أهلا بكم مشاهدينا إلى المسائية إطلالتكم اليومية على أبرز الموضوعات والقضايا وفي فقرتنا الليلة نتابع إدانة دولية واسعة لقرار واشنطن التخلي عن موقفها السابق اعتبار المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية مخالفة للقانون الدولي <applause> إدارة ترامب قررت التخلي عن سياسة إدارة أوباما باعتبار المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية. عشرات المصريين في ألمانيا ينظمون وقفة احتجاجا على زيارة السيسي في مقابل استقبال مماثل من مؤيدين له. دراسه جديده لمركز كارنيجي تكشف التوسع الكبير في انشطه الجيش المصري الاقتصاديه واستفاده الالاف من كبار الضباط المتقاعدين من النفوذ السياسي القوي للجيش يبحث التقرير في طبيعه ومدى الانشطه العسكريه المصريه وانشطتها الاقتصاديه من اداره او انشاء مشاريع البنيه التحتيه الكبرى يومين رايتس ووتش تقول إن عائلات المعارضين المصريين بالخارج تحت طائلة القمع مؤكدة توثيق 28 حالة تهديد ضد أسرهم انتقاما من نشاطهم في ناس جم خدوا حازم ما من نعرفش منين ببلغ النائب العام رجاء رسالة بتوصل لك يا سيادة النائب حق أشوف لي مين اللي خدوا حازم سعيد عباس غنام جدل بعد عرض مسلسل ممالك النار الذي يتناول قصة آخر سلاطين المماليك تومانباي واتهامات للإمارات بتشويه تاريخ تركيا والإساءة إليها تعرفون ما عليكم فعله قتل هؤلاء المسلمين كانت دول عربية وغربية والأمم المتحدة قرار الإدارة الأمريكية التخلي عن موقفها السابق اعتبار المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية مخالفة للقانون فيما تجري السلطة الفلسطينية, السلطة الفلسطينية مشاورات في أروقة مجلس الأمن قبيل جلسة تناقش الملف الفلسطيني وعلى رأسها الموقف الأمريكي الأخير الذي أعلن عنه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الاسرائيليه مخالفه للقانون الدولي واشار بومبيو الى تخلي واشنطن عن موقف اداره اوباما المتعلق بموضوع المستوطنات اداره ترامب قررت التخلي عن سياسه اداره اوباما باعتبار المستوطنات الاسرائيليه غير قانونيه البيانات العلنية الأمريكية تجاه الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية كانت متضاربة طوال عقود ففي عام 1978 اعتبرت إدارة كارتر أن المستوطنات الإسرائيلية تخالف القانون الدولي وفي عام 1981 رفض الرئيس ريغان هذا الاستنتاج ولم يعتبر المستوطنات غير قانونية وفي عام 2016 غير الوزير كيري سنوات من هذه المقاربة الحذرة والمشتركة بين الحزبين بإعادة التأكيد علنا أن تلك المستوطنات غير قانونية وبعد دراسه متانيه للاراء القانونيه لكل الاطراف اتفقت هذه الاداره مع موقف الرئيس ريغان اقامه مستوطنات اسرائيليه في الضفه الغربيه بحد ذاته لا يتعارض مع القانون الدولي من جانبه رحب رئيس الحكومه الاسرائيليه بنيامين نتنياهو بالقرار الامريكي واضاف ان القرار صحح ظلما تاريخيا كان لا يعترف بالحق التاريخي لليهود في ملكيه الارض على حد وصفه هذا يوم تاريخي لدولتنا بعد اعتراف ترامب القدس عاصمة لإسرائيل وسيادتنا على هضبة الجولان الآن الحكومة الأمريكية تكسر صمتها بإعلانها أن المستوطنات شرعية أشكر ترامب وزير خارجيته بومبيو وأود إخباركم أنه في الساعة التي أعلنت فيها واشنطن حقوقنا في دولة إسرائيل بيني جانتس يقوم بتشكيل حكومة وحدة مع أشخاص إرهابيين سنواصل عملنا ضد تشكيل هذه الحكومة وسنبقى نعمل لصالح حقوقنا كمواطنين إسرائيليين هذا وقد استطلعت الجزيره مباشره اراء عدد من المواطنين الفلسطينيين في الضفه الغربيه الذين اعربوا عن استهجانهم للقرار الامريكي مطالبين بضروره توحيد الصف الفلسطيني للوقوف ضده شعبنا لا ينتظر من اي شخصيه في العالم ولا من الولايات المتحده الامريكيه ولا من اسرائيل باعطاء شرعيه واحقيه للاسرائيليين في المستوطنات في الارض الفلسطينيه، المستوطنات هي مغتصبات جاثمه على ارض فلسطين والمستوطنات ستزول طبيعي جدا ان تخرج هذه التصريحات من الامريكان لانهم هم من وضعوا هذه الخطه لانساء القضيه الفلسطينيه في الساحه الدوليه، لذلك من منذ ان كانت اتفاقيات كام ديفيد وكذلك اوستو وكذلك وادي عربه وكذلك حاله الانبطاح العربيه الحاليه كلها ادرتها امريكا حتى تنسى القضيه الفلسطينيه وقالوا اننا سنعطي الاسرائيليين اربع نقاط اعطوهم السفاره بنقلها من تل ابيب الى القدس وقالوا اننا سنعطيهم يهوديه الدوله وقالوا اننا سنقطع رواتب الاسرى وكذلك اهل الشهداء وهم قطعوها بالفعل وبالتالي بقي لهم يهوديه الدوله وضم الضفه الغربيه وهذه وعود امريكيه تاريخيه نفذها ترامب ولا جديد في السياسه الامريكيه بقدر ما هو تطبيق فعلي على ارض الواقع دون اي رد فعل عربي الشعب الفلسطيني هو اللي بيقرر شو بده له الشعب الفلسطيني له من البحر للنهر ولا الاسرائيليين ولا حدا بمنعنا انه نقاوم الاسرائيليين على ارضنا ليس مستغربا ان يقول وزير الخارجيه او او اي انسان ليس عنده ذره من يعني الحد الادنى من حقوق الانسان وهو يشرد هذا الشعب وهو يعني يساهم بطريقه او باخرى بعقوبات يفرضها على هذا الشعب الفلسطيني فليس جديدا ان يكون هذا هو ديدا الرجل الامريكي او الحاكم الامريكي يعني ليس جديدا يعني انا الطفل الصغير يعلم ان الامريكان اذا قلت امريكي فهو اسرائيل واذا قلت اسرائيلي فهو امريكي لا استغرب ولا استهجن هذا يعني يؤدي بنا الى ان نقول نحن كشعب فلسطيني بغض النظر عن اطيافنا عن الواننا السياسيه عن توجهاتنا الحزبيه يجب ان نكون في صف واحد يضم الينا عبر الاقمار الاصطناعيه مباشره من نابلس غسان دغلسه مسؤول ملف المقاومه او مقاومه الاستيطان في شمال الضفه الغربيه سيد غسان ارحب بك سيد غسان كيف قراتم هذا القرار من جانب الاداره الامريكيه؟ نعم مساء الخير لكم ولكل مشاهدينا في كافه انحاء العالم. يعني واضح ان هذا القرار الامريكي هو ليس بغريب علينا لاننا منذ مجيء ترامب على الحكم لم نسمع اي ناطق باسم البيت الابيض كما كنا نسمع في السابق ان هناك قلق امريكي بشان التوسع الاستيطاني او قلق امريكي بشان اضافه وحدات استيطانيه او او مصادره الاراضي، الان بهذا التصريح هي امريكا وبع تضع نفسها بخانه بخانه اسرائيل بمعنى الكلمه بالكامل وهي تستهزئ بالعالم وتستهزئ بقرارات الشرعيه الدوليه وتستهزئ بقرارات مجلس الامن والجمعيه العامه للامم المتحده وكل هذه القرارات تنسفها وتقول ان ان هذه هذا الاستيطان وهذا ان هو غير هو شرعي في الضفه الغربيه هذا يعني ترامب هو مهووس وترامب بالنسبه لنا كشعب فلسطيني وكقياده فلسطينيه نحن قاطعنا كل السياسه الامريكيه وقاطعناها بالكامل بسبب انحيازها الكامل باتجاه اسرائيل، وايضا حتى تمردها على قرارات الشرعيه الدوليه وكان هناك قرار وكان هناك قانون يخص الولايات المتحده الامريكيه اتجاه كل العالم، نحن الشعب الفلسطيني من اول من قال لا بوجه ترامب، اول من قال لا لقرارات ترامب، هذا يعني بالتاكيد هو هو فقط ترحيب واحد من من اليمين المتطرف بقياده نتنياهو وغيره في اسرائيل، اسرائيل وامريكا بعد قرار بعد قرار التصويت في الامم المتحده بموضوع الأنروا هي إسرائيل وأمريكا لوحدها والعالم كله في صف اخر، اذا كانت امريكا هي تريد ان تتحدى العالم فلتقف تتحدى العالم ولكن نحن طيب سيد متسلحين, متسلحين بقرارات الشريع الدوليه طيب ما الذي كان يقصده رئيس الحكومه او حكومه الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عندما قال ان هذا القرار هو تصحيح لظلم تاريخي كان لا يعترف بالحق اليهودي في الاستيطان، ما الذي يقصده بذلك التصريح؟ هذا ويعني كل تصريحات نتنياهو هي مشكوك بها وهي كلها تصريحات موتوره ومتوتره هو على بعد خطوتين ان يدخل الى سجن في في اسرائيل او بموضوع تشكيله الحكومه فهو مرتبك هذا هذا رئيس هو مطارد للعداله حتى العداله ما تسمى بالعداله الاسرائيليه والقانون الاسرائيلي هذا 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 مرتبك ولكن هو يريد ان يقفز الى انتخابات ثالثه وكل تصريحاته هي تصريحات انتخابيه حتى قرار امريكا الاخير او قرار وزير خارجيه الاخير هو مع اقتراب الانتخابات في الولايات المتحده الامريكيه بدات لكسب اصوات اللوبي الصهيوني في الخارج والانجيليين هو يريد استباق بهذا الموضوع وان يثبت ترامب الحكم إذن دعايه نتنياهو وغيره في الانتخابات هي ضد الضفه الغربيه او ضد الشعب الفلسطيني وتهويد الضفه الغربيه والقدس وبدات دعايه ترامب مبكرا ايضا لكسب اصوات اليهود في هذا مثل هذا القرار وسبقها قرار نقل السفاره الامريكيه الى القدس. نحن منذ نقل السفاره الامريكيه لا يوجد اتصالات نهائيا سياسيه ولا نعترف بطرف واحد ان يرعى المفاوضات وهذا نعم. قرارنا نعم. والشعب الفلسطيني والقياده الفلسطينيه قالت لا لترامب علنا وعلنيه نعم وضحت الفكره وفي سيد غسان التصريحات السياسية. وضحت فكرة سيد غسان ينضم الينا عبر سكايب من رام الله دكتور مصطفى البرغوثي امين عام المبادره الوطنيه الفلسطينيه الصينية. سيد مصطفى أرحب بك وأسألك مباشرة لماذا الآن لماذا يعطي ترامب نفسه الحق في هذا القرار في هذه اللحظة لأن ترامب في تحالف عميق مع الحركة الصهيونية ولأنه يريد أن يحظى بدعم القوى الإنجيلية المتطرفة في الولايات المتحدة التي للحركة الصهيونية وللوبي الصهيوني نفوذا كبيرا فيها ولانه لا يؤمن بالقانون الدولي اصلا يعني في كل تصرفاته تجاه جميع دول العالم هو عاد بالسياسه الدوليه الى القرن التاسع عشر وتجاهل كل ما بنته البشريه من احترام لحقوق الانسان واحترام للقانون الدولي وفي الواقع فان ما اعلنه بومبيو يمثل من جانب خرقا للقانون الدولي ويجعل الاداره الامريكيه الحاليه شريكه لاسرائيل في خرق القانون الدولي وشركة في جريمة خرق القانون الدولي في الواقع، وثانياً الذي نراه على أرض الواقع وهذا ما يجب أن يلاحظه الجميع هو تطبيق فعلي لما يسمى بصفقة القرن، تطبيق فعلي على الأرض، إلغاء فكرة دولة فلسطينية مستقلة، تقطيع أوصال الأراضي المحتلة، اليوم نتنياهو يتحدث عن مشروع ضم الأغوار، فصل كامل لغزة عن الضفة الغربية. الحديث يدور عن تصفيه الحقوق الفلسطينيه بما في ذلك امكانيه قيام دوله وتصفيه حقوق اللاجئين وتصفيه حقنا في القدس، نحن نشهد عمليه خطيره جدا تتحالف فيها اداره ترامب مع القوى الاكثر عنصريه وتطرفا في اسرائيل بقياده نتنياهو لتدمير ما يسمى بحل الدولتين، وفي الواقع هم يدمرونه الان على الارض. نعم، طيب دكتور مصطفى، محكمة العدل الدولية كانت قد قضت عام 2004 بأن المستوطنات انتهاك للقانون الدولي. كيف يؤثر هذا القرار على أرض الواقع على ديموغرافية القضية الفلسطينية؟ هذا أولاً، ثانياً ما هي آلياتكم للمواجهة؟ القانون الدولي إلى جانبنا، أنا شخصياً شاركت في أعمال في في تقديم القضية الفلسطينية لمحكمة العدل الدولية وأخذنا منهم أحسن قرار ممكن من مثل هذه المحكمة. التي قالت أن كل الاستيطان غير شرعي ويجب أن يزال وكل الإجراءات في القدس يجب أن تزال والجدار الفصل العنصري غير قانوني ويجب أن يزال لكن المشكلة ليست في قلة القرارات الدولية التي تؤيدنا كان هناك قرار سمحت حتى إدارة أوباما بتمريره وقرار 2 3, 3 الذي أكد عدم شرعية الاستيطان وضرورة وقفه فوراً لكن المشكله تكمن ان القرارات الدوليه ان لم تدعمها قوه لا تطبق في عصرنا نحن في عصر لا يحترم فيه الاقوياء الا القوه وبالتالي الرد الفلسطيني على ما يجري يجب ان يكون العمل على بناء قوه في مواجهه الحركه الصهيونيه وهذا لن يتحقق الا بشرطين الشرط الاول انهاء الانقسام الداخلي الفلسطيني فورا وتوحيد الصف الوطني في قياده وطنيه فلسطينيه موحده وثانيا تبني استراتيجيه مقاومه مناقضه لما جرى حتى الان والتخلي نعم. كليا عن الاوهام بشان اتفاق أوسلو وكل الاتفاقات التي عقدت مع اسرائيل والتي اصلا لم تعد اسرائيل تحترمها باي حال نعم. من الاحوال وضحت الفكره دكتور مصطفى البرغوثي. ينضم الينا ايضا عبر الاقمار الصناعيه مباشره من واشنطن لاري كور مساعد وزير الدفاع الامريكي الاسبق سيد لاري ارحب بك سيد لاري لماذا يعطي ترامب نفسه الحق في مثل هذا القرار؟ لماذا يقرر شرعيه هذه المستوطنات وهي التي اقر القانون الدولي انها ليست شرعيه. سيد لاري نعم ارحب بك مره اخرى سيد لاري كور مساعد وزير الدفاع الامريكي الاسبق اسالك لماذا يعطي ترامب نفسه الحق في مثل هذا القرار الان لماذا يعطي شرعيه لمستوطنات اسقط عنها القانون الدولي الشرعي إذن نحاول استعادة هذا الاتصال مرة أخرى بالسيد لاري كورب مساعد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق. أعود إليك مرة أخرى سيد غسان. سيد غسان ما هي ألياتكم لمقاومة مثل هذا القرار بناء على ما قاله الدكتور مصطفى البرغوثي سابقا؟ يعني واضح نحن ابناء الشعب الفلسطيني الذي نحن كل يوم في مواجهه حتميه مع الاحتلال الاسرائيلي هناك 7000 معتقل وكل يوم يسقط شهداء وكل يوم يسقط جرحى وانتم تشاهدون هذه على شاشات التلفزة. الان المستوطنات هنا 185 مستوطنه في الضفه الغربيه والقدس الشريف و176 بؤره استيطانيه انت تتكلم اذا كان هناك شرعنا لهذه البؤره الاستيطانيه او إعطائها غطاء قانوني وتحويلها لمدن اسرائيليه داخل الضفه الغربيه ست يعني واضح ان المشكله ستكبر بكثير المستوطنات تحاصر شعب ومن يحاصر شعب هو الخسران سينفجر كل الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال لان لا مستقبل للشعب الفلسطيني ولا مستقبل للسياسه الفلسطينيه ولا مستقبل لاي مشروع سياسي ما دام هناك وجد يوجد مستوطنة واحدة فما بالك الان المستوطنات تقسم كل الضفة الغربية وتجعل الضفة الغربية عبارة عن كانتونات ما بين كل مدينة ومدينة تفصلها عشرات المستوطنات والان الطرق الالتفافية هم مشروعهم القادم من من 48 في الضفه في فلسطين المحتله من 48 من سياتي من الاسرائيلي من 48 الى اي مستوطنه في الضفه الغربيه سيصلها بدون ان مشاهده اي فلسطيني هذا هو المخطط وبالتاكيد المشكله ستكون كبيره جدا نحن لا يوجد امامنا كابناء الشعب الفلسطيني الا وحده الصف الفلسطيني بالتاكيد وايضا تصعيد المقاومه الشعبيه بكافه اطرها لان الاحتلال الاسرائيلي لا يفهم الا لغه القوه والمس المستوطنون لا يفهمون إلا لغة القوة ونحن أبناء الشعب الفلسطيني متمسكون متجذرون في أرضنا ونحن في موسم قطاف الزيتون شاهدنا المستوطنات تتوسع بشكل جنوني والاعتداءات تكاثرت بشكل يعني كبير جدا عن السنوات الماضية واضح أن هناك ليس فقط مشروع سياسي مخطط له ولكن يتم تنفيذه على الأرض الجرافات الإسرائيلية لا تهدأ في كل مستوطنة والاعتداءات الإسرائيلية والمستوطنين ومجموعات تدفع الثمن لا تهدأ إذا هناك تكامل دوار. ما بين جيش الاحتلال الاسرائيلي وما بين المستوطنون وما بين ايضا العطاءات الاسرائيليه وبغطاء امريكي، كل ذلك بغطاء امريكي، الكل شاهد سفير اسرائيل في طيب سيد سفير الولايات المتحده سيد غسان. في اسرائيل كيف سيد غسان يعني عندما اعلنت الولايات المتحده الامريكيه ان القدس هي عاصمه الاحتلال الاسرائيلي قلتم ان او قلتم ان توحيد الفصائل وحدوث مصالحه داخليه في فلسطين هي الحل وتصعيد المقاومه الشعبية والآن نحن نكرر نفس الحل أو نفس المقترح للحل الناس في الشارع في هذا الاستطلاع الرأي الذي عرضناه قبل قليل قالوا نفس الكلام ما الذي تنتظر الفصائل حتى الآن لتصل إلى اتفاق على الأقل الدفاع عن قضيتها الأساسية يعني كل فصائل ملتقي ببرنامج واحد وهي تصعيد المقاومة إذن علينا أن نلتقي في الميدان وأن نكرر الميدان الميدان هو من يكرر طبيعة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي اللقاء في الميدان واللقاء في أرض المعركة أفضل بكثير من اللقاءات الإعلامية والتصريحات الإعلامية الشعب الفلسطيني ينتظر المزيد والأسرى ينتظر المزيد ليتم وقف هذه الجرائم يجب إعلان الصوت أكثر أكثر بكثير وأيضا إعلانه على الأرض في الاعتصامات الجماهيرية كما انتصر الشعب الفلسطيني في البوابات الالكترونيه في مدينه القدس، كما كل يوم هناك المقاومه تتجدد اكثر، ولكن المقاومه الشعبيه يجب تجديد صلابتها وان يكون هناك ترجمه للفصائل العمل الوطني على الارض، ترجمه افعالهم او اقوالهم الى افعال في الميدان، وكان هناك انعقاد مؤتمرات ومخرجات لهذه المؤتمرات، لا تكفي، الموضوع المهم ان نلتقي على الارض، هناك يعني طيب ما أي نعم مدى هناك خلاف الى اي بين مدى؟ سيد غسان إلى أي مدى سيد غسان يتحمل أو تتحمل السلطة الوطنية الفلسطينية وكل من هو متمسك بالاتفاقيات الدولية التي تنقضها في الاحتلال الإسرائيلي كل يوم أو ينقضها الاحتلال الإسرائيلي بشكل دائم ومستدام عن مسؤولية الوضع الحالي الجرافات الاسرائيليه هي يعني مزقت كل الاتفاقيات والاستيطان مزق كل الاتفاقيات، انا اقول لك الان الكره الفلسطينيه تتحول الى مخيمات تجمعات سكنيه والمدن الفلسطينيه تجمعات تتحول الى تجمعات لا يوجد اي توسع للمخططات الهيكليه، لا يوجد اي توسع لقريه فلسطينيه، التوسعات فقط للاستيطان واسرائيل على ارض الواقع تسيطر على بمعنى الكلمه امنيا وسياسيا واقتصاديا على 63% من مساحه الضفه الغربيه وهي تسمى مناطق سي. اسرائيل لن تسمح ببناء غرفه واحد الان خارج نطاق الكره الفلسطينيه، الان مشكله كبيره جدا، كنا نتعامل و... 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 ونشتبك مع المستوطن القادم من كندا والقادم من روسيا والقادم من الخارج، اليوم المستوطن يقول لنا أن انا ولدت هنا في ارييل وولدت هنا في يتسار، المشكله تكبر بكبير بكثير ان لم يكن هناك لحل الصراع ان يكون هناك قرارات ملزمه لاسرائيل من جهه وايضا بالشعب الفلسطيني يكون كلمته من جهه، اما الان نحن في المشكلة تكبر بكثير، المستوطنون هناك 754 الف مستوطن في الضفة والغزة يحملون معتقدات ارهابية، ينضمون إلى مجموعات تدفع الثمن وشباب التلال وكهنة حي وحومش أولا، وكل هذه المجموعات تتربى على العنف وعلى وعلى الكراهية وفي إسرائيل داخل إسرائيل ممنوع لكاتب إسرائيلي واحد يكتب سطر واحد في أي صحيفة في إسرائيل يستنجد بالسلام، إذا الشعب الإسرائيلي الآن كله يميل للتطرف. ونحن نشاهد هذا في في نتائج الانتخابات الاسرائيليه لا يوجد يسار كله يمين نحن مقبلين على مجزرة كبيره جدا نحن طيب سيد نستعد لها سيد ولكن غسان. على الارض ان يكون هناك دعم عربي ودعم دولي سيد غسان مصر والاردن تحدث عن رفضهما لمثل هذا القرار وايضا تركيا رفضت هذا القرار وحتى مندوبه الولايات المتحده الامريكيه بالامم المتحده المندوبه الدائمه ايضا تحدثت عن هذا القرار يتجاوز القانون وانه لا يمكن تجاوز القانون كيف يمكنكم الاستفاده من هذه المواقف يعني هناك ترحيب إدانة دولية، نحن كل يوم نسمع بإدانة دولية، أختي هناك أكثر من 87 كرام من مجلس الأمن يخص القضية الفلسطينية، وأكثر من 876 كرام من الجمعية العامة المتحدة يخص القضية الفلسطينية، والتصويت كله لصالح فلسطين، آخر تصويت كان لصالح فلسطين مقابل صوتين ضد أمريكا وإسرائيل وكل العالم مع الشعب الفلسطيني، ولكن لا نحن نريد ترجمة على الأرض، صندوق القدس فارغ. نحن نريد خطوات بمعنى الكلمة على الأرض. أن نريد أن يكون هناك طرد للسفراء الإسرائيليين في في كل العالم. وأن تقوى البي دي اس. وأن يكون هناك ترحيب للمقاومة الشعبية. ودعم للمقاومة الشعبية أكثر بكثير. لا نسمع تطبيع. نحن نسمع أحيانا توجد خطوات تطبيعية أحيانا في بعض العواصم العربية من هنا ومن هناك. يعني الشعب يا الفلسطيني سيد غسان أنت تريد والقدس ليس فقط سيد الفلسطينيين. يا سيد غسان أنت تريد من هذه الدول أو من غيرهم من الدول أن يقوموا بطرد السفراء الإسرائيليين. من دولهم وان يتحركوا على الارض، بينما انت في حديثك قبل قليل كنت تتحدث عن هذا الانفصال وهذا التشرذم او في المجموعات الفلسطينيه والمقاومه الفلسطينيه والفصائل الفلسطينيه المختلفه التي حتى هذه اللحظه لم تستطع الوصول لاتفاق للدفاع عن ارضها وعن قضيتها الاساسيه وهي قضيه العرب كلهم بالاساس ولكن هي قضيتهم الاولى. لا اختي العزيزه نحن يعني نحن قادتنا سقطوا شهداء ابو عمار سقط شهيد على ضرب الحريه واحمد ياسين وابو علي مصطفى وكل قاده فصائل العمل الوطني والاسلامي قضوا شهداء على ضرب الحريه والتحرير ولكن على الارض هناك يعني من يتحكم بالسياسه احيانا نحن ليس لوحدنا الشعب الفلسطيني هناك تداخلات الاحتلال يبث كل سمومه في الميدان والسياسه الامريكيه تبث كل سمومها في الميدان والكثير من المنظمات الغير حكوميه ايضا تابعه على دولة دولة الدولة هنا ودولة هناك نعم. نحن ولكن سنبقى القابضين على الجمر سنبقى نعم رحمهم الله سيد على المقدسات رسان. وسنحمي المقدسات وسنحمي نعم رحمهم الله وشكرا جزيلا لك سيد غسان دغلس مسؤول ملف مقاومة الاستيطان في شمال الضفة الغربية لك جزيل الشكر كنت معنا مباشرة من نابلس من جهتها قالت حركة حماس إن تصريحات بومبيو هي استمرار للسياسة الأمريكية في دعم الاحتلال كما قالت إنها تشكل غطاء رسميا وشرعنة لانتهاكات الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني وأشارت الحركة في بيان لها إلى أن الإدارة الأمريكية تدوس اليوم على القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التي أعلنت أن الأراضي المحتلة عام 1967 أراضي عربية محتلة وأكدت حركة حماس على على أن حقائق الصراع لن تحسم على الأرض بالوعود وأن الشعب الفلسطيني متحفز للدفاع عن أرضه ومقدساته، ودعت حركة حماس السلطة الفلسطينية لوقف التعويل على ما وصفته بمسار التسوية العبثي. ودعا البيان جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لاجتماع عاجل للرد على القرارات الأمريكية بإجراءات عملية تعترف بفلسطين كل فلسطين أرضاً عربيةً. اسلامية ينضم الينا عبر الاقمار الصناعية مباشرة من غزة فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس سيد فوزي ارحب بك يعني اعطنا مزيد من التفاصيل بشان هذا البيان ما هي خطتكم لمقاومة مثل هذا التغول من جانب الادارة الامريكية على حقوق الفلسطينيين اولا بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك ولقناة الجزيرة مباشر وللساده المشاهدين واضح أن هذا الإعلان إعلان خطير لا يقل خطورة عن إعلان أي إعلانات يعني ربما ضيعت القضية الفلسطينية إعلان بلفور كان خطير وإعلان أوسلو كان خطير بالتالي ما جرى هو امتداد لإعلان وعد بلفور وإعلان أوسلو التي فعلا يعني ضيعت بموجبها القضية الفلسطينية وقسمت فلسطين واليوم هو استكمال لكل هذه الاعلانات، اعلان وزير الخارجيه الامريكي بضم المستوطنات او ان المستوطنات يعني لا تخالف القانون الدولي. هذا الاعلان الخطير هو استكمال لتنفيذ بنود صفقه القرن. صفقه القرن هي لم تعلن بشكل رسمي من قبل الاداره الامريكيه ولكن تنفذ بشكل فعلي على الارض، قضيه القدس شطبت واعلن عنها عاصمه للكيان الاسرائيلي، قضيه اللاجئين ما زالت تصف بشن حرب على 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 اللاجئين في فلسطين وفي خارج فلسطين وعدوان على هذا الحق وشطب الاونروا وتدميرها وتضييع استحقاقات كل فلسطين هجر هجر من ارض بفعل هذه القرارات واليوم يعني قبل ذلك ايضا تم ضم الجولان السوريه والاغوار والان جاء دور المستوطنات ماذا تبقى من من صفقة القرن أنا أعتقد لم يتبقى منها إلا شيء قليل وبالتالي فعلا هذا الإعلان خطورته تكمن في أن الموضوع متعلق بالضفة الغربية الموضوع متعلق بشيء اعتمد قبل ذلك أن في القانون الدولي وفي أيضا قرارات مجلس الأمن أن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 هي أراضي محتلة لا يجوز إقامة أي مؤسسات أو منشآت أو مستوطنات إسرائيلية عليها في حين نحن نؤكد أن كل فلسطين هي للشعب الفلسطيني ولا شرعية الاحتلال على شبر أو ذرة تراب من فلسطين ولكن الغريب والصادم جدا ليس هذا الإعلان نحن تعودنا أن الإدارة الأمريكية إدارة ليست هي داعم الاحتلال فحسب هي شريكة للاعتداء في الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني الاعتداء على القدس الاعتداء على غزة الاعتداء على الضفة الغربية الاعتداء على كل أراضي فلسطين المحتلة وبفعل الشراكه الامريكيه الاسرائيليه، ولكن اليوم ان تصبح فلسطين واراضي الضفه الغربيه وما جرى من هذا الاعلان عباره عن تبادل رشاوى سياسيه بين ترامب وبين نتنياهو والضحيه فلسطين والثمن ارض فلسطين والضحيه هو حقوق الشعب الفلسطيني، هذا امر ايضا خطير جدا، ان يصبح الشعب الفلسطيني عباره عن سلعه وعباره عن رشاوى سياسيه، حقوق كلها الان تضيع. تحت سمع وبصر العالم اجمع بالتالي فعلا نحن ننظر بخطوره الى استمرار مثل هذه التصريحات او هذه القارات او هذه الاعلانات الامريكيه بخطوره ما جرى في وعد بالفور وخطوره ما جرى في احتلال فلسطين واختلط نعم. ما جرى في تنفيذ بنود صفقه القرن. نعم سيد فوزي، أنتم توجهون بعض الرسائل مباشره، واحده من هذه الرسائل إلى السلطه الفلسطينيه تدعونها لوقف التعويل على مسار التسويه التسوي العبثي كما سماه أو كما سماها البيان. سيد فوزي، هل تعتقد أن السلطه الوطنيه مستعده لفعل ذلك في هذه اللحظه؟ السلطة الفلسطينية لديها الكثير من الاوراق التي تستطيع ان تفعلها في مواجهة كل التحديات، بما فيها الادارة الامريكية، بما فيها الاحتلال الاسرائيلي، بما فيها اي مشاريع صهيونية امريكية ما زالت تشكل خطر كبير على الشعب الفلسطيني وعلى الارض الفلسطينية والمقدسات وحقوق الشعب الفلسطيني. السلطة الفلسطينية لها لها علاقات مباشرة مع الاحتلال الاسرائيلي، فلماذا لم يتم قطع كل أشكال التواصل والتعاون بين السلطة والاحتلال. هذا مطلب ليس مطلب حركة حماس. مطلب كل مكونات الشعب الفلسطيني. مطلب اللجنة المركزية لحركة فتح. مطلب منظمة التحرير الفلسطينية. مطلب اللجنة التنفيذية. مطلب الجبهة الشعبية وحماس. كل مكونات الشعب الفلسطيني. هي أكدت على ضرورة أن تقوم السلطة الفلسطينية بخطوة عملية. التصريحات الخجولة أو التصريحات الضعيفة لا تحسم أي صراع. الذي يحسم الصراع قرارات عمليه قويه وفاعله على الارض من السلطه الفلسطينيه وانا اقول بشكل واضح شراره اطلاق اي مواجهه لافشال هذه المخططات يجب ان تكون ايضا من السلطه الفلسطينيه اذا انت تدعو السلطه او انتم تدعون السلطه الوطنيه الفلسطينيه الفلسطيني. لاسقاط الاتفاقيات والدخول في مواجهه مباشره مع الاحتلال الاسرائيلي هذا ما تقصده بذلك بتلك النقطه او ما تقصدونه في هذا البيان جامعه الدول العربيه ومنظمه التعاون الاسلامي ايضا وجهتم لها في هذا البيان مطالبه بان تعقد اجتماعا عاجلا لرفض ذلك وبشكل عملي ان تعترف بفلسطين كل فلسطين ارضا عربيه اسلاميه يعني هل ما زلتم تعولون حقا على جامعه الدول العربيه ومتى كانت جامعه الدول العربيه قادره على تقديم الدعم للقضيه الفلسطينيه في العشر سنوات الاخيره؟ للاسف الشديد يعني ليت الامر توقف عند ان هناك حاله صمت من جامعه الدول العربيه واحيانا يعني تتململ باتجاه تصريحات خجوله هنا وهناك في حين فلسطين يوم بعد يوم هناك خطر شديد عليها وعلى القدس وعلى الاقصى وعلى حقوق الشعب الفلسطيني على غزه على الضفه على كل مكان في فلسطين ولكن للاسف الشديد نرى في ظل حتى ما جرى من عدوان على قطاع غزه وحصار مستمر على قطاع غزه ان هناك عمليات تطبيع غير طبيعيه وهرول باتجاه التطبيع مع الكيان الاسرائيلي، يعني للاسف الشديد نحن نتالم جدا عندما نرى قطاع غزه محاصر والضفه تهود والقدس تدنس والاقصى يدنس ان هناك ما زال العلم الاسرائيلي يرفرف على كثير من عواصم الدول العربيه، نرى ان السلام الوطني الاسرائيلي او ما يسمى بالسلام الوطني الاسرائيلي يعزف في 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 عواصم دول عربية على تحت سمع وبصر العالم أجمع هذه فضيحة حقيقية لكل دولة ما زالت ترفع علم إسرائيل أو ما زالت يعزف فيها ما يسمى السلام الوطني الإسرائيلي فلس... فلس... موضحت. فلسطين فلسطين تهود القدس تهود الأقصى يدمر وللاسف هرولات وتطبيع غير مسبوق مع هذا الاحتلال نعم وضحت الفكره سيد فوزي ابقى معي ينضم الينا عبر الاقمار الصناعيه مباشره من واشنطن لاري كورب مساعد وزير الدفاع الامريكي الاسبق اذا استعدنا هذا الاتصال سيد لاري ارحب بك واسالك بشكل مباشر لماذا يعطي ترامب نفسه الحق في شرعنه المستوطنات التي رفض شرعنتها المجتمع القانون الدولي <applause> الأمر هذا الأمر يستمر هو استمرار لنموذج سابق بخصوص التحول على مستوى الإدارات الأمريكية والتي تنظر إلى وأنه سيما بدل الأمر بعد الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل وأن هذا أيضا جميع أنه هذا الأمر يمثل دعماً دعما لنتنياهو وهذا ما يمكن اعتبره بأنه دعم أو نوع من التصويت الأنجيلي لإسرائيل نعم ولكن حتى محاولة الرئيس الامريكي دونالد ترامب استمالة نتنياهو واستمالة الجالية التي تدعم القضية او التي تدعم الاحتلال الاسرائيلي في فلسطين بهذه الطريقة، الا ترى ان ذلك تغول على القانون الدولي يضع الولايات المتحدة الامريكية في منطقة سيئة فيما يتعلق باحترام القانون؟ Well, there's... لا شك في ذلك بأن الأمر يشكل انتهاكا للقانون الدولي الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والمجتمع الدولي كله تطالب بالعدالة للجميع وبالتالي بأن هذه المستوطنات تمثل موقفا غير شرعي وبالتالي طالبت الولايات المتحدة الأمريكية والعالم بضرورة أن نمضي قدما في احترام القانون الدولي والمعايير الدولية لأن الآن يمكننا أن ننتهك هذا الأمر لكن هناك يمكن دول أخرى اخرى ان ولكن اعتبر الآن بان قائد القائد الدوله القائده يمكن ان تقوم بهذا الامر فهذا يبدو امرا غير وارد هل هناك طريقه لوقف هذا القرار او لوقف شرعيه هذا القرار التي اطلقها دونالد ترامب ليس هناك حل لوقف هذا لان الامر لن لا يغير الامر على, الشيء على الارض ولكن ما الان بان ان هناك طبعا المطلوب من يكون هناك اتفاق بين فلسطين واسرائيل على مستقبل المستوطنات لكن حينما اذا ما تم اعتبار الضفه الغربيه جزء من اسرائيل فان فان 30 مليون مواطن فلسطيني طبعا سيصبحون مواطنين إسرائيلي بالقوه وسيكون هناك الكثير جدا من الفلسطينيين الذين ربما سيصبحون جزءا من الدوله اليهوديه وهذا يمكن في وقع الامر هي جزء من هو سياسه ابارتايد واضحه. نعم، سيد لاري صائب عريقات امين سر اللجنه التنفيذيه لمنظمه التحرير قال ذلك احلال لقانون الغاب او لشرعيه الغاب، هل تعتقد ان الفلسطينيين سيقفون صامتون امام مثل هذا القرار وغيره من القرارات؟ أعتقد أن المجتمع الدولي هنا سيدين سيود هذا الأمر وخاصة أن القيادة الأوروبية دانت هذا الموقف ونتوقع الآن بأن كل ما كل جميع حلفاء الأمريكيين سيدون هذا الأمر لكن لكن الاعتراف كما تم الاعتراف بالجولان فإن لم يغير من غير أي شيء وكان الآن بصدد جزء من تطبيق حل المسلسل بالقوة وبالتالي نعتبر أن قام بما قام به ترامب عكس الرئيس الرؤساء السابقين هو يمثل نوع من محاوله استبدال واعتماد سياسه استبدال لمحاوله استبدال الاراضي بين الفلسطينيين والاسرائيليين. نعم شكرا جزيلا السيد لاري كورب مساعد وزير الدفاع الامريكي الاسبق كنت معنا عبر الاقمار الصناعيه مباشره من واشنطن لك جزيل الشكر اعود اليك مره اخرى سيدة فوزي برهوم سيد فوزي كيف تعلق على ما قاله مساعد وزير الدفاع الامريكي الاسبق بشان هذا القرار؟ يعني واضح ان الاداره الامريكيه لديها اجنده خاصه فيما يخص دعم الكيان الاسرائيلي. ونحن قلنا بشكل واضح ان ترامب بحاجه الى نتنياهو، نتنياهو بحاجه الى الى ترامب. ترامب ما زال يعزل سياسيا من خلال محاكمه برلمانيه، ونتنياهو ما زال يعزل سياسيا من خلال محاكمه اخلاقيه وفساد داخل الكيان الاسرائيلي، ولكن لن نسمح نحن في حركه حماس على الاطلاق ان يكون ثمن تبادل مصالح بين امريكا واسرائيل هي حقوق الشعب الفلسطيني. نحن كحركه حماس كمقاومه فلسطينيه استطعنا ان نجبر الاحتلال الاسرائيلي والاداره الامريكيه على التراجع بشكل كبير من من التغول على القضيه الفلسطينيه ونجحنا في افشال عمليات كي الوعي الفلسطيني والعربي والدولي من خلال المشاريع الصهيونيه الامريكيه سوقت وصرف عليها مليارات الدولارات نجحنا في تشكيل حاله فلسطينيه مقاومه ما زالت تشكل ضغط كبير على هذا الاحتلال وتحدث تراجعا في الاجنده الاسرائيليه في التغول على فلسطين وعلى القدس وعلى الاقصى وعلى قطاع غزه وعلى الشعب الفلسطيني ولكن واضح ان الاداره الامريكيه ما زالت هي تتحكم في القانون الدولي ما زالت تتحكم ايضا في قرارات مجلس الامن تتحكم مسائل دوليه وتلغي كما تشاء وتضيف كما تشاء وتعلن متى شاءت يعني هذا التغول الامريكي الخطير على الشرعيات الدوليه وعلى القانون الدولي وعلى مجلس الامن وعلى حقوق الشعب الفلسطيني يجب ان يوضع له له حد وانا اقصد اعتقد باستطاعه الشعب الفلسطيني مكونات الشعب الفلسطيني والمستويات الرسميه والفصائليه ونخب ومثقفي شعبنا في الداخل والخارج بهذه القوة التي يستطيعون فعلا أن يعني يوقفوا هذا التدهور الكبير والحاصل في القضية الفلسطينية من خلال القارات والإعلانات الأمريكية والتغول الأمريكي على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا. ولكن نحن بحاجة إلى إعادة صياغة لا. هذا الواقع الفلسطيني صياغة حقيقية صياغة حتمية صياغة جدية صحيحة وسليمة تضع الأمور في نصابها الطبيعي حقائق الصراع لا تحسم بالإعلانات أو بالتصريحات لابد من تغيير الواقع الفلسطيني بتغيير حقيقي موحد وقوي وفاعل ومؤثر في معادلات الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي ولدينا من الامكانيات كشعب فلسطين كسلطه فلسطينيه كمنظمه تحرير كفصائل مقاومه نعم. ان نعيد صياغه هذا المجتمع ولكن نعم شراره التحدي يجب ان تكون من السلطه الفلسطينيه هذا المستوى الرسمي الذي له شرعيه دبلوماسيه وشرعيه امنيه وايضا موجود في في الضفه الغربيه وما يتحكم بالمال الفلسطيني وبالقرار الفلسطيني يجب ان يطلق شراره هذه الوحده وهذه القوه، نحن جاهزون في حركه حماس واعتقد كل مكونات الشعب الفلسطيني جاهزه كي يتوحد الشعب الفلسطيني والصف الداخلي الفلسطيني في حاله قوه جديه حقيقيه تفشل كل هذه المخططات وكل هذه التحديات يجب ان تكون في اطار استراتيجيه وطنيه فلسطينيه ترتكز على خيار القوه والمقاومه. الاداره الامريكيه والاحتلال الصيني يستغلوا فعلا ما يعني الانقسامات الفلسطينيه يستغلون الانقسامات العربيه يستغلون انشغال العالم بما يجري في لبنان وسوريا وليبيا وهنا وهناك. واصبحت فلسطين هي التي تدفع الثمن لابد لهذه المعادله ان تتغير تغيير هذه المعادلات يجب ان تكون ان ان يكون من يملك القوه يملك التغيير والشعب الفلسطيني صاحب الحق وصاحب الحق يملك التغيير ولكن نحن نريد ان نؤكد على ثلاث امور سريعه جدا الامر الاول أن حقائق الصراع لا تحسم بالتصريحات ولا بالاعلانات، فلسطين ما زالت محتله، وعد بالفور منذ اكثر من مائة عام ولكن حتى الان ما الذي جرى؟ فلسطين هي للشعب الفلسطيني، الشعب الفلسطيني يحمل الاسم والشرعيه وله وله الحق في الدفاع وحمايه المصالح الفلسطينيه واسترداد هذه الحقوق المسلوب ما زلنا نقاوم حتى هذه اللحظه. يعني ارتقى آلاف الشهداء، هناك مئات آلاف الاسرى مئات الاف الجرحى، ملايين المشردين ولكن وعد بالفور لا يستطيع ولم يستطيع ولن يستطيع ان يحسم فلسطين للكيان الاسرائيلي. ايضا يعني صفقه القرن اعلن عنها ترامب بشكل واضح، واعلن عن كثير من محطات الحديث الامريكي عن نقاط تنفيذها، واعلن ان القدس عاصمه لاسرائيل، لكن ما الذي جعل الارض؟ القدس ما زالت لفلسطين. وللشعب الفلسطيني وعاصم موحد للشعب الفلسطيني بمعنى حتى حصار قطاع غزة عزل غزة على الوطن لم يستطيعوا يعني حتى ضم الأغوار وضم الجولان جولان بقية سوريا هذه الإعلانات لن تغير من من حقيقة الصراع شيء ولن تحسم هذه الحقائق بالإعلانات الأمر الثاني يعني نحن هنا نقول بشكل واضح الحالة الفلسطينية يجب أن تتغير إلى واقع فلسطيني قوي وواقع فلسطيني موحد ويجب أن يكون هناك إسراع في صياغة الحالة الفلسطينية نعم. حتى نواجه هذه التحديات ولكن يجب أن تكون هناك حالة إسناد طبعا. عربي إقليمي دولي إسناد شعبي إسناد رسمي إسناد ماساتي حتى نستطيع فعلا أن نواجه هذا التحدي الخطر ليس على فلسطين إنما خطر المنطقة برمتها نعم وضحت الفكرة سيدة فوزي برهوم النطق باسم حركة حماسة شكرا جزيلا لك كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية مباشرة من غزة الشكر أيضا موصول لضيفي مصطفى البرغوثي أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية شكرا جزيلا لك المسائية مستمرة وبعد الفاصل بقي فقرتنا وفيها عشرات المصريين في ألمانيا ينظمون وقفة احتجاجا على زيارة السيسي في مقابل استقبال مماثل من مؤيدين لا في شهر ديسمبر أبطال آسيا وأفريقيا وأوكيانوسيا والأمريكيتين وأوروبا